الاستاذ احمد مرتضى منصور مرشح لادويه مجلس اداره نادي الزمالك، برحب بحضرتك. عايزين نعرف حضرتك شايف المنافسه ازاي في الانتخابات؟ شايف يعني طبعا بتحيز لقائمتي وفيها كل المرشحين، لكن طبعا منافسة شبه متساوية وربنا يوفق الأصلح. أعتقد إن الكفة بتميل شوية لينا، لكن مش مهم، ده المهم إن اللي ينجح النجاح، إن اللي ينجح ينفذ ما يوعد، اللي هيوعد بيه، لأن ده الأهم. حضرتك هل هيكون عندك مشكلة لو تعاملت مع المجلس غير خارج قائمة مستشار مرتضى؟ أنا كنت شغال مع مجلس تاني، لكن عشان نادي الزمالك يجي بقى بسرعه عايزين مرتضى منصور ان شاء الله، يعني لان الـ 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 الوضع كان طبعا دكتور كمال قيمه وكل حاجه، لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان انا محتاج مرتضى منصور معايا، لان انا شايف في بعد اسرع، في ربنا يخليك يا كابتن، في ان شاء الله الناس هتلاحظ التطور بشكل اسرع باذن الله. لازم حضرتك كلمه كده في النهايه لاعضاء الجمعيه العموميه اللي هيجوا بكره يدلوا باصواتهم في الانتخابات. صوت حضرتك امانه، وصوت حضرتك امانه اغلى من اي حاجه في الدنيا، فلو سمحت قبل ما تدي لاي حد ركزي كويس، شوفي هتدي لمين. شكرا.